السلام عليكم شباب، معكم جهاد او جهاد اللبن. اول جهدي في هذا الفيديو راح ارويكم شيء خرافي يا شباب، شيء بعد تعب طويل وصل له، ومن جد بعد تعب طويل. بوم، جهاد 11 ليفل 30 يا حبيبي، وصلت ليفل 30. طبعا معكم الاسلحه، احنا راح اشرح لكم اياها. ليش هذه الدروع يا شباب؟ راح اشرح لكم اياها كيف تحصلها. الطريقه الوحيده حق تجيب هذه الدروع اللي توصلك الى ليفل 30 انك تلعب ريد فوت اوف جلاس. هي ريد فوت اوف جلاس تلقاها فينوس على شكل هيكل عظمي، اللي تحتاج 6 لاعبين حق تفوزها. طبعا انا نزل لها تختيمه انا الحين في القناه، نزلت مقطعين واليوم راح يرتفع الثالث معاها، وراح نزلكم رابع. اذا حابين تشوفون تختيم كامل وافضل طريقه عشان تخلصها، يعني راح اشرح لكم اياها بالتفصيل وايش تحتاج، اكتب ليها تحت في الديسكربشن وراح اشرح لكم اياها على اشوف على حسب اللايكات اللي تجي. اذا شفت وصلت اكثر من 50 لايك هذا الفيديو راح انزل لكم اياها كامل بالتفصيل، وفي طرق سهل حق توصل كامل في اقل من ساعه. كيف اقل من ساعه؟ ناس تلعبها اكثر من 12 ساعه زي ما صار لي اول مره ولا خلصتها، بس انا اقدر اخلصها الحين في ساعه كامله، بس ان تكون عندك كذا شغله، تسوي كذا حركه توصل لها مره سريع 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 سريع. وطبعا ما تقدر تحصل اشياء الا مره في الاسبوع على كل لاعب. يعني اذا تختم على المستوى 26 اللي هو الاساسي، 26 تخلصها كامل يعطيك اشياء، تعيدها مره ثانيه ما راح تحصل شيء، لازم تخلصها على مستوى 30. انا مستوى 30 وصلت للفاينل بوست، بس لحد الحين ما هزمته، فان شاء الله اقدر افوزه. طبعا هذه 100 اسلحه اللي كنت العب فيها. راح اوريكم شيء، هذه بعض راح ينصدم، بعض راح يقول عادي، بس بوم، هذه الاسلحه اللي العب فيها. طبعا اذا حابين تشوفون شروحها، طبعا هذه كل الاسلحه مميزه، ما في اي واحد سلاح ترى عادي، يعني اللي تشوفها تشوف صحيح انه ليجندري بس في مميزات. مثلا خلينا ندخل هذا السلاح، هذا السلاح هو اللي فوزني. خزنت مره ثانيه، ايوه هذا السلاح من جد هو اللي فوزني. تشوف الفاير ريت اللي حقه عالي، بس لما تدخل تاخذ تلعب فيه 70 طلقه بفويد دامج، يعني فريد يقطع الاول والثاني، ما احد يوقف وجهك ابدا، ما احد يوقف وجهك. فشباب اذا حابين تشوفون شرح عن الاسلحه اكتب ليها في الديسكربشن تحت، واذا حابين تشوفون شرح كامل كيف تخلص فوت اوف كلاس او ريد، عطني لايك على هذا الفيديو واكتب ليها تحت في الديسكربشن، وان شاء الله راح اسوي لكم اللي تبونه في اسرع وقت ممكن. انا نزلت تختيمات كامله، تختيم مع الشباب، لا مو كامل، نزلت فيديوين، الثالث راح يحتفل اليوم والرابع بكره الاخير، يعني اليوم وبكره راح يتم كامل التختيم مع الشباب في اليوتيوب. اذا ما شفتم راح تابعوهم في القناه، راح تشوفونهم فوت اوف كلاس الجزء الاول والجزء الثاني، والثالث اليوم راح يرتفع بعد هذا الفيديو، والرابع ان شاء الله بكره عندكم. اتمنى شباب يعجبكم الفيديو، لا تنسى اللايك والسبسكرايب. واحد يا شباب نسيت شيء، طبعا يوم وصلت ليفل 30 ما اعطوني اي شيء، من جد ما اعطوني اي شيء، هذا اللي قهرني وغبني من جد. بس الشيء اللي حصلته في فوت اوف كلاس هذا اللون الابيض اللي كنت ابي تسال عنه، غير هذا الشيء ما في. يعني اذا توصلت ليفل 30 ما تاخذ اي شيء مميز، بس اللهم الدفاع عندك يقوى واللاعب اللي عندك يقوى بس. وكذا شباب وصلنا نهايه الفيديو، اتمنى ان ما نسيت اي حاجه. لا تنسى لايك وسبسكرايب، اشوفكم على خير، السلام عليكم. يطلع فيني اي ليفل 30 يا شنب، هاي سلام.